السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا متتبعي قناة خديجة أنزهرة بلوكس في هذا الفيديو الجديد اللي من نوع آخر اللي بغيت نشارك معكم فيه واحد المشكل اللي وقع لي القطيط ديالي. بزاف الناس اللي عارفين أنني مربية قطيط، كما كتشوفوا هنايا هو في البالكو كيحاول أنه ينقز باش يجيبها يجي برا. هاد المحاولة هذه كانت سبق له دارها واحد المرة، كان باقي عنده باقي صغير مازال ما كملش حتى عام، كان نقز ليا من البالكو، خرج بالليل نقز بالليل وبات برا، ما قدرتش نتبعه بالليل، ما عندي فين غادي نقلب عليه في الليل. المهم خليته حتى الصباح وعاد رجع للدار. من ديك الساعة ما عاودش دارها، يعني من داك الوقيته اللي كان باقي فيه صغير. هاد المرة هادي عاوتاني دارها نقز من البالكو. بزاف اللي غيقولوا لك وانتي مخليتي ربما ما كتخليش يخرج برا ولا هذا، لا بلا كنخرجوا فاش كيكون عندي الوقت كنخرجوا لبرا وكنخليه ولكن كنكون مراقبه باش ما يضربوش الدراري، باش ما يدبش هو القطوط، باش ما ي... لان هو ما كيعرفش يدافع على راسه بزاف، عليها ما كنخليش يعني يخرج غير هكاك وانا ما مراقباش. المهم هنايا كيحاول كيدير محاولات باش غادي يتصوطى باش ينقز. فعلا ها هو دابا غادي ينقز وغادي يجيبها في الارض. ما وقعلو صراحه والو فاش 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 طاح فاش نقز، ما وقعلو حتى شي حاجه زعما في رجليه، لما كما كيقولوا القطط بصبع ارواح. المهم هنايا مازال ما نقدر، هو كما كتشوفوا هو صافي غيجي في الارض تبومبا، زعما جاي بحال شي كره تبومبا. غادي واحد شويه كما كتشوفوا هنا غادي يدور شي شويه هنايا حدا الدار حدا الباب كما كتشوفوا هو مازال دابا حدا الباب. صافي دابا هو غادي يشد الطريق يمشي يعيش الحياه ويعيش ديك الحياه اللي ربما كتبان له على برا شي حاجه حياه احسن من الحياه اللي عايشها معايا في الدار في الفشوش وناس مزيان واكل مزيان مهلي فيه، وانا بقى يعيش حياه اخرى خليته مع راسه صافي ماشي مشكل. المهم فاش جيت ما كنتش في الدار فاش خرج فاش نقز، فاش رجعت للدار صافي ما لقيتوش، قلت والله ما نقلب عليه، غنخليه يعيش هذه التجربه هذه، ولو انني كنت متوقع انه راه غادي يوقع له شي حاجه، ولكن صافي تعصبت بيني وبينكم، راه صافي تعصبت قلت مالي انا دائما دايره له الفشوش بلا قياس هنايا. المهم لغدايني في الصباح بان ليا في الكاميرات كي دايز مع الحيط ديال الدار ديالنا الثانيه وغادي في اتجاه المعاكس ديال الدار، يعني بمعنى راه مازال ما شبعش السطوطيح مازال باغي يعيش على برا. صافي خليته قلت حتى يشبع دوره مع راساتو ويرجع للدار على خاطرو. هنايا مع ديك جويه 11 قل 4 هكاك تم راجع صافي كان كلها في صحتو، وغادي يبان دابا جاي مع الحيط ها هو فين كيبان مع الباب مع الدروج ديريكت دخل هنا في الدويره ديالو. فاش طلعت كنقلب عليه حيت واحد السيده قالت لي راه كانت عندنا في وقفه في الباب قالت لي راه القط ديالك راه طلع، جيت من مورا نشوفو هذا وانا كنلقى شنو غنلقى حالتو حاله صدمني، تصدمت فاش شفتو صراحه والله العظيم الا تصدمت. جاب واحد الضربه خايبه في رجلو كما كتشوفوا هنايا، الرجل ديالو راه عاد هنايا راه فين صورتو هنايا راه كانت رجلو مازال شويه مسلكه. تخيلوا في عويناتو كما كتبان لكم في هذه الصوره الدميعات، ما عرفتهمش واش ديال شي حاجه اللي دخلوا في عينو صافي ولا دموع الوجع والحريق ولا هذا. كما كتشوفوا هنايا حالته حاله مكرفص موسخ مضروب، حطيت له الماكله بدا كلا، وهذه هي الماكله الوحيده اللي كلا منين تضرب لهنايا. هذه دابا شي 5 ايام فاش وقعت له هذه الحادثه هذه. هنايا كما كتشوفوا النهار الاول يعني ديال المشكل
باقي واقف على رجليه، باقي كيحركها عادي. ولكن اليوم اللي انا فيه كندير فيه المونتاج الفيديو راه ما بقاش كيوقف على رجله نهائيا. مش غنقول لكم القط ديالي دار الخدمه اللي كيديروا شي دراري وشي بنات الله يهديهم، كيكونوا عايشين في ديورهم بخير وعلى خير، ما خاصهم حتى خير، وفي الاخر كيتبان ليهم الزنق يخرجوا ليها، كيسقوا كيخرجوا ليها، كيجيبوها في راسهم وعاد كيتموا راجعين لديورهم. الله يهدي ما خلق. هو تا القط ديالي دار نفس المشكل، كان عايش مفشش، كلشي اللي كيعرفو كيعرف كيف عارفو عندي، عارف كي كندير ليه، كي مفشاه ومواكل شارب مدوش، خرج الزنقة هو جابها في راسو. هنايا النهار التاني اللي فيه في هاد اللقطة هادي، النهار التاني اللي كانت تضرب فيها، ما عرفش واش شي حد ضربه، واش شي كلب عضو، واش شي قط الدبز هو وياه، والله ما عرفت شنو المشكل اللي وقع له. كان باقي كيقدر ينقز برجلو هكا البالكو يطل، ولكن من داك النهار صافي تسخسخ. من داك النهار، من نهار تاني الى يومنا هذا اليوم الخامس، وانا كندير هاد المونتاج، هانتوما كتشوفوا كي داير حالته، مسالي سخانة ورجلو تنفخات وكتسيل، واخا كندير زعما كندير ليه زعما الدواء، ماشي راني مسامحة فيه وهذا، كندير ليه الدوايات وهذه. هنايا راه انتما كتشوفوا رجلو كي هنايا راه كتبان غير منفوخة شي شوية راها، اما اليوم راه ما صورتلوش الحالة ديالو، نقدر عندي نزيد صورة يمكن. مسالي 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 مسكين، شغل نقولكم ما كيقدرش دابا ينوض، ما كيبغيش ياكل ليا، كي غير كياكل غير هكا شي حاجه قليله، هكا شي طريف صغير ديال الكاشير، ولا هكا شي نصيص ديال الفرماجه، ولا مهم ماكلتو اللي عزيزه عليه، اللي كيحمق عليها، اللي كنشري ليه حاليا سامح فيها ما كيحاليهاش بالمره. شغل نقولكم صراحه بقى فيا عز عليا، و خصوصا انا يعني مربي عليه الكبده بحال لي ولدي صراحه، الله والله العظيم الا كنحس بحال ولدي، ولكن الله غالب، ما عندي ما ندير ليه، هو جابها في راسه، هو اللي دارها لراسو، هو اللي بغى يخرج ويغامر كما كتشوفوا هنايا، مسكين راه سالي. المهم خوتي اخواتاتي، شغل نقول لكم اللي عنده شي قطيات ولا شي حيوان كما كان مربيه يتهلا فيه، وما تنسونيش بلايك، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم باذن الله، ولما ما تشترك معنا، وتحياتي لكم كاملين.